مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء الساحل. مشاهدينا، إلى أين يتجه ملف الحوار؟ وما البدائل لدى حزب إناد؟ وما يمكن أن يطلق عليه أو يوصف على الأقل بالمعارضة الراديكالية، على الأقل يصفه خصومه بذلك؟ إلى أين وصلت مساعي الوساطة بين حزبي التكتل والمنتدى، بين حزبي التكتل وإناد من جهة والمنتدى من جهة أخرى؟ هل عادت المعارضة إلى لعبة الشارع التي جربتها من قبل؟ أسئلة من بين أخرى أطرحها على ضيف حلقة الليلة من برنامج لقاء الساحل، الأمين العام لحزب التناوب الديمقراطي إناد، السيد سيدي الكوري. أهلا وسهلا بك ضيف الكريم، وشكرا على تلبية الدعوة. سيدي الأمين العام، نبدأ أولا من آخر تصريح لرئيس الجمهورية بشأن الحوار. رئيس الجمهورية قال في تصريح الوسائل الإعلام دورتو شفته وتابعته، قال يعني الاتصالات بشأن الحوار مستمرة، وتمنى أن ينطلق الحوار قريبا. هل لديكم معلومات عن هذه الاتصالات؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا في البداية أشكركم على هذه الاستضافة. شكرا. ظهر لي على الحديث عن الحوار من أن يعود لي خلق، لابد من ينطلق حد من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدبلوماسية اللي اقتضت عن يعود فيها حوار سياسي. البلد كيف تعرفوا من الانقلاب 2008 اللي عدل محمد بن عبد العزيز على الحكم، على حكم سيدي ولي الشيخ عبد الله، وهو يتخبط في ازمه ولقط جبرتيك الازمه الطريق للحل في مختلف مراحله، غير ان زاد التعقيد. نزاد التعقيد منين خلق اتفاق ذكر وتنكر له هذا النظام، ونزاد ثم اللي تعقيد منين خلقت الانتخابات الرئاسيه 2009 اللي كانت مزوره، اللي اعتبرنا نحن ديك الساعه الجبهه الوطنيه للدفاع عن الديمقراطيه عنها مزوره. زادت كذلك تعقيد منين مزوره وانتم شارفين عليه. ذاك ان كنت نعطوا شي تفصيل انا بعجاله نختار نحن. ونزاد التعقيد ورا ذاك منين هذا النظام يعني عدل انتخابات تشريعيه وبرلمانيه توافقيه وقاطعتها المنسقيه المعارضه الديمقراطيه. وتم تلام تعقيد لواحد اخر. واخيرا وصلت لمقاطعه الانتخابات الرئاسيه من طرف المنتدى الوطني للديمقراطيه والوحده، الانتخابات الرئاسيه الماضيه اللي في الحقيقه اماطت اللثام عن تبعيه واضحه للجنه المستقله للانتخابات في ذيك المرحله، وعن استخدام الدوله للجيش، وعن استخدامها للمال السياسي، واستخدامها للبنوك ولرجال القبائل والعلماء والإعلام العمومي في ذيك الانتخابات. إذا عن كانت كل واحدة من هذه المراحل تزيد الأزمة تعقيد ولا قد جبر طريقها للحل. ينضاف للتعقيدات الأزمة السياسية الأزمة الاقتصادية. البلد اليوم ما يقد حد ما 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 متخالفين اثنين عن يعيشوا وضعية من أسوأ الوضعيات الاقتصادية اللي قط مر بها، وهذه الوضعية الاقتصادية ما هي ناتجة في الاساس عن ندره في الموارد، غير ناتجه عن اهدارها وسوء تسييرها والتخطيط اللي عدل لها هذا النظام. ومن ملامح ذيك الازمه الاقتصاديه هو اللي قالوا افلاس شركه السنين اللي خليك سليم استخدمها هذا النظام، كانت مثابه الصندوق الاسود للعمليات واللي عدل، وتم استخدام اموالها في طرق ما يلا تستخدم فيها في ايام الطفره اللي كانت يلا تتم استخدامها من اجل عنا من لحقوا هذه المرحله اللي طايح فيها الحديد، حتى يتم الشركه اللي عندها مستوى من الحضور ومن القدره على التنافسيه. ورا ذاك شات قضيه تزياس زاديه وفسخت العقد اللي كان عندها، ونضاف ذاك التعقيد للمشهد الاقتصادي. نحن ملي ظاهرنا عن الايرادات اللي قد استفادت منها الميزانيه في مراحل ماضية، إيرادات استثنائية كيف تأكل اللي تدخل العائدات الضريبية، وكيف تثمن تسليم السنوسي بعدل النظام عنها ما هي قابلة للتجديد. على المستوى الاجتماعي ملي في فقر متقع، لأن فيها نسبة بطالة مرتفعة بشكل من أكبر النسب المسجلة عالميا اليوم، فنات فيها أزمة مولي في المجتمع على الجانب المجتمعي، وتصاعد هذه الخطابات اللي الهدامة نظرا للغبن الاقتصادي، ونظرا للحرمان اللي مارس النظام على مجموعات معينة داخل الشعب، ونظرا لمولي اللي قلت اهتمامه بملف العبودية، وقلت اهتمامه بملف العائدين، وقلت اهتمامه بملف الإرث الإنساني، والطريقة اللي عالجوا بها جعلت عن تصاعد قوة هذا الخطاب اللي هو وتبرز. على المستوى الدبلوماسي فانتخبط كبير،
وناتج أساسا عن قلة تبني رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع القضايا الإقليمية. إحنا اليوم علاقاتنا مع الجيران خاصة السنغال والمغرب والجزائر اللي في الحدود ومالي تطبعها نوع من الفتور من مقدم هذا النظام إلى 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 اليوم. هذه ضركت فيها الأمور مجتمعة استدعت عن يخلق حوار. وعودة لسؤالكم، الحوار اليوم ما فيه أي جديد، لا مازالت تلك الإعلانات اللي عدل الرئيس من حين إلى آخر يغير ما تجديد ما يتخطى التمني. أنا الله اللي عند باب الحوار اليوم مغلق. وقالت اتصالات مستمرة، هذه الاتصالات المستمرة نحن بعد ما نعلمين بها إلى عادت اللي فهمت اتصالات في الخلفاء أنا ما نعرف يغير بعد شيء معلم على مستوى المنتدى والله مستوى الكتل المعارضة اللي نعرف على مستوى الحزب قطعا عنه مهم وجود في المرحلة اللي أو لماذا ماتوا فوفارا؟ نفاق المعارضة نفات أي اتصالات بعد أيام النظام. على كل حال المنتدى ثم طلعوا بيانات على كل شيء، أي قضية أي قضية جزئية طلعوا هذه البيان. القضية أنا أكتفى عن جعلنا المنتدى حسب علمي البيان به اللي من خلال المؤتمر الصحفي الأخير عن طريق مؤتمر صحفي انفاه الرئيس بعد أيام الرئيس بعد الدولي. أيام على قول الرئيس ملتومة الأحزاب اللي منفقة على المنتدى نقول لكم هذا ما هو شيء عندكم انتم تكتلوا إناث ما فيتوهم. أنا أعرف أن نحن على مستوى الحزب وأنا لا نجلس معكم ونافيه قطعا بشكل قاطع وبشكل صحيح ما في أي نوع من أنواع الاتصالات بيننا نحن والنظام سواء كان سري وسواء كان علني. ملف الحوار اليوم مغلق، آخر شيء فيه هو عهد نحن بالمنتدى هو قضية الانتظار الرد المكتوب اللي كانت اللي الأطراف السياسية اليوم تتحرى كاملة للوثيقة اللي قط مشات واللي ما زالت اليوم النظام ما هو قابل. طيب شنو هدف الرئيس من قول الكلام؟ ما نعرف هذا السؤال يجب على هذا السؤال يعطي وجهه الإعلاميين للرئيس. على كل حال الرئيس اللي عنده متعدال الحوار مهم عنده يتم يقول عنهم خارق ويتم يقولوا عنهم نادين وليدين غير ندريدين لهم سنوات هم يقولوا عنهم شنو سنوات مهم عنهم يتموا يحاولوا دائما نقل الكرة المرمى الطرف الآخر اللي هو مرمى المعارضة من خلال وصف عنها جانب متعنت في قضية الحوار. وهم ما هم ليعدوا هذه التصريحات ومدريدين الخاوية اللي ما فيه شي دائما نادين يديهم يغير يديهم ما فيهم شي، ما هم نادينهم برد مكتوب ولهم نادينهم بتنازلات على الأرض الواقع ولهم نادينهم باستعداد جدي. وجميع اللقاءات اللي خلقت معاهم في السنوات الماضية ثبتت عدم جديتهم في الحوار وعنهم ما هم منتقلين من عملية القول شرق عملية الفعل وتجسيد الأمر على أرض الواقع، وهذا قاع هو طريقتهم مع كل شيء. طيب سيد الأمين العام، أنتم عدلتوا في مقدمتكم ورجعتوا ل 2008 وقلتوا قدر من الأمور إلى عاد حقيقة ليعود كارثة. قلت لأن سنين منها فارسة مثلا، سنين اليوم تعمل الشركة فارسة وفات لتصفوته. قلت أعلن تازياس تم إنهاء العقد معها، تازياس تعمل حسب اللي يقول الطرف الآخر. أنا هو تفسخ العقد مع الشركاء طريقة متها ومستفادين موجودين. طيب إفلاس سنين مستوى إفلاس سنين المستوى الوطني. على كل حال قضية السنين قضية كثيرة والله اللي عن الرأي العام على دراية بجوانب منها متعددة. هذه الشركة غير ثم قلتوا فارسة. نحن بالنسبة ثم سياسيين هون الرأي العام اسمح لي للمقاطعة، أنتم سياسيين ونخبة وتخاطب الرأي العام ومسؤولين عنه. يعني يقول سياسي سنين فارسة ويعود هذا ما هو حقيقي يعود هذا تهم. أعطيني سنوضح لك شوي الأسباب اللي ظهرنا نحن فيها عن السنين عنها بركة. ظهرنا عن النظام عنه من مقدمه للسلطة عن السنين عنها كانت هي الصندوق الأسود لعملياته كاملها الشعبوية، استخدمت أموالها في شيء ما قطع عدلته الأنظمة السابقة. هذه الشركة تعرفوا عنها انقبضت منها 15 مليار للمطار في الصفقة، المطار اللي صفقته مشبوه وقد تجي عليه العملية. تكلم عن وزير النقل أمس يعني كان مجرد قرض نعطى الشركة وأعلنها هذا القرض سدد يلا بدأت بعد بتسدد. وراء ذلك تم اقتناء باصات لشركة النقل اللي الناس كاملها عندها أخبارها. ودخلت السنين كذلك في قضية نقل المواد الغذائية بالنسبة وتوفيرها بالنسبة للمفوضية. ودخلت في عملية أخرى من الشبوه هي قضية عملية إعداد عنيدة الخرسانة في البراكنة. فما فيها منظمات أخرى
عند متباركين معها مادة محيطة من محيط النظام عن طريق منظمات فماتي خيرية، زاد هي عدلة قدر من العمل اللي ما يعطي يعدل داخل ديك الشركة. هذا تعرفوا عن الأحداث اللي خلقت بين العمال، مطالبة مطالبهم الأخيرة عن السنين عنها تعرضت الأزمة كبيرة. هذا ورك وعدل للشركة في زمن طفرة، هذه الطفرة اللي كان فيها أسعار الحديد مرتفعة عالميا وامتدت لفترة سنوات معينة وخلقت تراجع اليوم على مستوى أسعار الحديد عالمي. اللي كان عندها من, 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 من الأموال اللي كان عندهم الأموال في زمن الطفرة اللي كانت يالله تلموا به اللي أمين الشر قالوا عنه يندق الله في العافية، اللي كانت يالله تلموا لهذه الأيام اللي هي وتقوي به قدرتها التنافسية إياك تم إسهامها في الدخل العام مستمر. هذا ما خلق، ولذلك السبب اليوم سنين فيها مشاكل حقيقية يتحدث عنها الخبراء الاقتصاديين وقضيتها واضحة الأيام. وعمل ذلك قبل ثلاثة أشهر افتتحت هو اسمه مصنع قلب الغين، توسعتها غير رقم اللي معاه مشاكل خلاص، مشاكل تتوسع وهي مفلسة، هي مشاكل أخرى كبيرة. على كل حال نحن حسب المعلومات اللي عندنا عنها تواجه مشاكل. طيب قلتم لأن الانتخابات 2008 انتخابات أعتقد أنكم قايسين بانتخابات الرئاسية 2009 أنها مزورة اللي خلقت على اتفاق ذكاء، انتخابات مزورة أنتم ومر شارفين عليها وزارة داخلية عندكم عند الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية اللي كنت منضوي تحت، لكن هذاك المسار الانتخابي هل ياكل توما منين نقولوا في شيء قال ان انتم الوزاره كانت عندكم ذيك الفرق، هو منين خلق اتفاق ذكر خلق قدر من الخروقات على مستوى الاتفاق. فمستدعاء هيئه الناخبين عدلوا الوزير الاول ما ذات شاورت عليه الاطراف المشكله لحكومه الوفاق الوطنيه انذاك، فما في قضايا كانت تعني تدخل الجيش في اللعبه السياسيه وفي العمليه الانتخابيه بالاخير في العمليه ما تم حسمه، فمن قضايا تتعلق بمفوضيه الامن الغذائي وتكسانها للمواد في ذيك الفتره ملي ما تم حسمه، فمن قضيه استقلال الاداره واضح كان في ذيك العمليه الانتخابيه عن طريق التعيينات وعن طريق الوعود بالتعيينات مقابل التصويت الانتخابات لصالح مرشح، وعن طريق مولي التهديد بالإقالات من المناصب في حال ترقاج مولي عاد مع مرشح المعارضة. كان في الكثير من المظاهر الخطيرة في ذيك الانتخابات اللي خارجة عن إطار وزارة الداخلية المشرفين نحن عليها، واللي ما خلات من العملية عنها تعود عملية شفافة ونزيهة تقدم الدم خلالها تحت كم صناديق الاقتراع. وفنات رواية أخرى تحدثنا عنها في ذيك الفترة وهو ذاك التزوير اللي تحدثوا عنه قيادات في التكتل في حزب التكتل، وهي اللي عقب ذبتت في الأخير منين تمت إقالة عبد الهادي مهسينا لمين العام لوزارة الداخلية ورا مطالبة الشركة البريطانية. تقصد إلباء الطائرة ما يوصل أقصد عن فنات كانت عملية تلاعب، كانت فن عملية تلاعب عبد الهادي مهسينا مع الانتخاب. أنا ما هو نسبت لك ما هو متابع على قضية إلباء الطائرة، أنا معني قضيتي أنا فن كان فيه تلاعب في العملية الانتخابية واضح، كان فهم قلة نزاهة فيها، كانت قلة شفافية، نحن وصفناها بعنها كانت عملية انتخابية مزورة. خلينا نسلموا معاكم دير قلتوا كامل وعلنوا خلقوا موجود. طيب شخص وزير الداخلية محمد الرزيزين أحب ولا القابل الناس كامل قال أدر المؤتمر الصحفي قال الانتخابات شفافة وذيك الساعة راجل من جبل وطني للدفاع عن الديمقراطية. على كل حال انا ديك الدوافع اللي عدله عليها ذاك المؤتمر ما نعرفش، على كل حال انا اللي نقول لك اللي عندنا نحن من مبررات ومن الادله على تزوير ذيك الانتخابات ورصرت لك حالة ديك الدوافع اللي عند 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 وزير الداخليه في ذيك المرحله انا ما نعرف ولا عندي بها علم ولا نقع من اللي مسؤول عنها، انا المسؤول عن ذاك الموقف اللي قبلنا نحن في الجبهه في ذيك المرحله. او قلت له تخبط انه موريتانيا تعيش تخبط دبلوماسي، قلت لنا عندنا عندنا ازمه مع السنغال، عندنا ازمه مع الجزائر، عندنا ازمه مع المغرب، لماذا هكذا يقول لك قائل لماذا توتر العلاقات بالجيران وهي ما متوتره؟ نحن علاقات الدول اللي قايلتها قال انا ما علق عليها حتى علاقات الدول فيما بينات على كل حال العلاقات الجانب الدبلوماسي شد قدر من التخبط، كان في ناتي غياب واضح للرؤيه للنظام الشمال المالي، الناس مازالت متفقدت وذيك الاوضاع اللي خلقت فيه كامل هذاك الحديث اللي خلق عن تدخلات خلقت في ذيك المرحله خلقت في الشمال المالي، خلقت في الشمال المالي ذيك الاحداث اللي خلقت في الشمال المالي والحرب احنا ما شاركنا في الحرب الفرنسيه في الشمال المالي. على كل حال حرب
الحرب الفرنسية في الشمال المالي ما شاركنا فيها. أنا يعني الأحداث اللي سبقت قضية الحرب. دخل وقت أنت قال إنه حرب استباقية. توتير العلاقات الدبلوماسية اليوم وإيجاب الرؤية بالنسبة للرئيس. ولا هي بعد ما أدش عن قلت السفارة هو اللي خارج واحد من الأعمام هون جانو 2011 17 يوم هو في الجو وانتفاق من ميزانية القصر الرئاسي أكثر من 60% من 100 وزايدة من الملايين. هذه الأسفار كاملة ما زادت ولا قوات علاقات موريتان الخارجية ولا كانت مالي عندها عائد على مستوى اتفاقيات اقتصادية مالي يقدم الدقاعة تسكت به. كانت لا أسفار ناشئ. وبالنسبة للي يحسب البعض من الموالاة اليوم عن انتصار للدبلوماسية الموريتانية كيف قضية رئاسة الاتحاد الإفريقي، هذه القضية مالي واضحة عن 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 ما كان فن بديل عن 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 الرئيس عبد العزيز. الدول العربية اللي تعدلهم ذاك هم اللي لا جاي حسب الترتيب الأبجدي. هذه قضايا ما تحسب نصر الدبلوماسية الموريتانية ولا الخارجية ولا لحسن إدارة العلاقات الخارجية. هذه قضايا خلقت أولا ما كان في ماتي بديل عن رئاسة الاتحاد الإفريقي نظرا للأحداث في تونس اللي عقبت الثورة والمسار الديمقراطي. ثانيا المغرب تعرفوا عنه ما هو موجود داخل ذاك التنظيم داخل ذيك المنظومة وليبيا فيها ذاك اللي فيها ومصر زاد هي واخرى من ثورة يونيو. معناها أن كانت في ماتيها مثلا بديل عن 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 عن, عن, عن عن موريتانيا. معناها عند علاقات دبلوماسية والله اللي عندنا يرتبط بأن شان كبير من المقابلة بين اللي عندنا اللي الشد وخار وذي أمور فقط للنقاش بعض فقط. طيب لين أرجعوا هنساوي ذاك ما زالت عن نقطة أخرى ذكرتوها فقط للنقاش لأنه هو أنتم وخفوا ياسر من الاتهامات قلتوا على أن النظام يستخدم رجال القبائل ورجال الأعمال بنوك. أنتم المعارضين تستخدموا رجال القبائل باش احنا كحزاب سياسي نجوكم تبا ما تبا عنهم هذه الاستخدامات هو اللي احنا اليوم اللي واس عملية التغيير تتعذر عن طريق إجراء انتخابات شفافة ونزيهة نظرا لممارسات الدول. هو قاعد يعود ذاك للتزوير اللي كان يخلق أصلا عن طريق صناديق الاقتراع والتزوير على مستوى البطاقات يقد يعود لحد منه. إذا التزوير اليوم اللي مشاهده والاستخدامات المتعددة لوسائل الدولة هو نظام يمتلك الجانب الاقتصادي ومتحكم في الثروة ومتحكم في تشريع القوانين ومتحكم في الإعلام العمومي ومتحكم في القبائل ومتحكم في مفوضية الأمن الغذائي ومتحكم في المؤسسة العسكرية. هذا ما يقدر يقاس عدل معاه اليوم انتخابات شفافة ولا حرة ولا نزيهة. معناها عن التغيير عن طريق الباب مسدود باللي ما هو خارج ولا يقدر يصح على ذاك الأساس نحن هذه الاستخدامات لاحظناها فتن وهي اللي من خلال الحوار كنا يسوى لنا تنشد أخبارها. هذه الاستخدامات اليوم ما يقدروا يختلفوا عليها اثنين هو عن المفوضية الأمن الغذائي سابق أي عملية انتخابية تسنتي تعدل عملية التقسيم وذيك التقسيمات بعض ما تستفاد منها مناطق موريتان كاملة اللي فما مناطق تحسب على المعارضة استفادة من ذيك التقسيمات محدودة والله قاع معدوم ما هي موجودة وتوزع هذه الأمور سابق الانتخابات وشفنا فيها شفنا ما عندهم لوائح بالمعارضين ما شفنا وشفنا الزيت عندهم لوائح بالمعارضين ما يعطون. على كل حال في المناطق معروفة نسبة تواجد فيها المعارضة ومعروف ذاك اللي الاتجاه اللي عندها هاي ذاك مغضوب عليها هذه المناطق معروفة مغضوب عليها في إطار توفير البنى التحتية تشبر منطقة ما فيها صنداج ولا جايها كرة ولا جايها الشيء وشنو نظرا للمواقف أهلها وهذا مو سليم. نحن هذه الاستخدامات اللي تتم الوسائل الدولة أنت ودرجاج هذا فيه شيء من قلة التساوي في الحظوظ. رجاج ماشي عدل حاملة في طائرة عسكرية ورجاج قاب السيارة عند دوكاسيون هذا ما هم أحد والطريقة اللي له يبدأ بها ذاك المرشح على المناطق في وقت وجيز وذاك اللي له يبدأ أحد عنده سيارة طائرة كارهة كرمتها طائرة وسباق رئاسي ما فن كارهة. هذا استخدام واضح لوسائل الدولة وقالوا إجارها طائرات عسكرية
يتم تأجيرها. وهذا الأدوار اللي تلعب المؤسسة العسكرية في العمليات الانتخابية هذه نحن بالنسبة معها ما تقدر تخلق أي انتخابات نزيهة ولا شفافة، ومع استخدام المال السياسي والقبائل يستخدموا شيوخهم ويستخدموا بطريقة فجة. والله يعني الزيارات الأخيرة لمحمد عبد العزيز للداخل زادية كشحت المقطع عندما تعود للقبلية في تجلياتها اللي كانت موجودة أصل الوطن، الصورة عكستها. طيب من عمتو مصرين على الرد المكتوب، لماذا هذا الإصرار خصوصا أن الأغلبية عرضت عليكم صيغة المحضر المشترك؟ بالنسبة للرد المكتوب، الرد المكتوب فعلا نحن مصرين عليه، وذاك ما هو ناتج من ثراء. نحن عندنا تجارب مريرة مع هذا النظام في الحوارات اللي سبقت حاورناها هيك الساعة، ونحن جبهة للدفاع عن الديمقراطية وفي حوار دكار وتنكر ذاك الاتفاق، حاورناه حاورته مجموعة من المعارضة فيها حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام، وذاك الاتفاق اللي خلق 2011 واللي تم التنكر له حاولنا الحوار معها 2011. نحن منسقية المعارضة المعارضة الديمقراطية، وعقب الشيف إجنت الأحادية وضاف تعقيد شديد للمشهد السياسي، حاورناه رذاك ونحن منتدى للديمقراطية والوحدة. هذه الحوارات كاملها ما قدرنا نأخذ بها النتيجة. هذه المرة قلنا عن أي حوار نظرا للتجارب السابقة لا يخرج، لا بد أن يعود من السبوق بممهدات. هو هون النظام عنده ثلاثة أنواع من الحوار، ممهدات من شروط مزيد لنجيك. النظام مستعد لثلاثة أنواع من الحوارات، حوارات هزلية والهجاد. ونحن بالنسبة لنا ما تعبر عن تطلعات الشعب المريكي. شنو ذيك الأنواع الثلاثة؟ الأول فيها هو هذه العملية اللي يقولها هو التشاور. هذه العملية اللي نقالها ليام التشاور اللي عبارة عن ينقل قصر المؤتمرات. نحن بالنسبة لنا نوع من الحفلات، ويمتلى من الناس إياك يحدد جدول أعمال حوار، ومن خلالها يختار ينعت هو ويمشي رسالة للرأي العام عنه مهتم بالحوار، وهو في الحقيقة ذاك ما هو نيته بتحديد جدول أعمال حوار والإشراف عليه وتحديد آلياته وجدولته الزمنية ومكان ورواياته كاملة. ما تقدر تعدل ما هو في لجنة مصغرة أذن العنين نعود قصر مليان والناس مجيوبة في البيسات، عن هذا ما يعكس نوع من الحوارات. النوع الثاني من الحوارات المستعد له النظام هو اللقاءات التشاورية. هذه اللقاءات التشاورية نحن نعتبر عنها نوع موجه النظام للاستهلاك الإعلامي، وله جاد من خلالها في إجراء عملية تشاورية. ونحن بعد في حزب التناوب الديمقراطي وأهل التكتل القوى الديمقراطية هذا النوع من اللقاءات التشاورية وقفنا ضده، وقلنا عنه ما يرتفل يسمح عنه يخلق به اللي موجه للاستهلاك الإعلامي، ويعطي النظام فيه مرحلة كبيرة من كسب الوقت اللي دائما يلعب عليه، وفي النهاية هو ما هو جاد. النوع الثالث اللي مستعد له هذا النظام من الحوارات هو الذي ينقال له الحوارات اللي بلا ضمانات، اللي حوارات تعود نتائجها من ورق، كيف حوار 2011 كيف حوار 2011 خرجت عنه قوانين. على كل حال ذيك القوانين قوانين تو هي قاعد القوانين اليوم ما في مشكلة في سنها على مستوى الدولة اللي كم الموجود من القوانين الكبير غير التطبيق ما هو خالص. خلاص قايل ما تحترم القوانين معناها الرد مكتوب. قوانين ما هي محترمة، ما هي محترمة. قوانين واخذة عن طريق أنا ما أطبق. أنا جاي الرد مكتوب. أنا جاي في قضية الرد المكتوب. قضية الرد المكتوب جاية. هذه النوع من الحوارات دائما نتائجه من ورق، ونحن ظهرنا عنه ما يقدم ولا يأخر. نحن اللي مستعدون لحوار واحد. حوار يعود جامع عبارة عن عملية سياسية تعود متكاملة. تبدأ بالعملية التمهيدية. نحن هذه الممهدات الطارحين. مجموعة من القوانين ظهرنا عن يرتعوا تقبيل النظام أحرص من المعارضة على تنفيذ بيلي نظام حاكم يرتعوا أحرص هو على تنفيذ القانون واحترامه، ولذلك السبب طرحناها ولا عبارة عن قوانين معطلة. احنا قلنا عن رئيس الجمهورية أنه يرتعوا يوقف ويصرح ممتلكاته. رئيس الجمهورية وفات مأموريته الأولى وتخلف المأمورية الثانية، ما نعرف اليوم ممتلكاته شن هي، تبقى من نص القانون قانون الشفافية صرح بها يرتعوا يصرح لا صرح تصريح يعتبر تصريح علني لا نصرح بها قال ما هي تصريح يعتبر تصريح علني في الشريط الرسمي قالوا اجتهاد الاخر على انه قد ما يص انه قد ما يعلنها هو قوله ما هو قول مالك حنين هذا هو اللي جاي نحن متكلمين عن قضيه
التصريح حسب مقتضيات القانون. وهذا القانون معطل وقلنا عنه يعطل. قلنا عن خارج مجموعة من المساجين شركة في تظاهرة سلمية عنها يا الله يتم إطلاق صراحة من هي؟ برام ولده والعبيد وزميله اللي معاه اللي في السجن وهذا وعليهم أحكام قضائية عليهم وعليهم أحكام قضائية أحكام قضائية نحن نعتبر يعني القضاء ما هو مستقل وله نزيه زي الأحكام اللي هي ظهرنا عنه يستخدم معنا شوي جاية تدخل السلطة التنفيذية تقولون السلطة التنفيذية تدخل عمل السلطة القضائية وين تدخل تقبلون تومه وتقولوا أراعي شو دادي هي مقاطة وحلت في موت التدخل مقاطة وحلت في موت التدخل نحن لا نطالب بها بالتدخل تطلب من السلطة التنفيذية تدخل عمل السلطة القضائية ظهرنا عنه حكم جائر. المسألة الأخرى اللي طلبنا هي قضية عن يالة يتم نقص أسعار المحروقات اللي عندها إذا بين على أسعار المواد الغذائية اللي اليوم المواطن ما تقد يعيش وهذا سميناه ممهدات سميناه ممهدات ثانيا وشو الفرق ثانيا قلنا عن يالله يتم تصحيح وضعية كتيبة الحرس الرئاسي بإدماجها بنسيج القوات المسلحة وإذا هو مكانها الطبيعي تابعة تعودها من اقتطاع تابعة المجموعة تابعة لها يتابع على أركان الجيوش؟ يتابع على أركان الجيوش؟ عنها تابعة نحن إذا طارحين ندور توضيح يعني اعتونا عنها تابعة لأركان الجيوش ويعود ذلك مجسد على أمر الواقع حق الله فهم إحنا صدرنا عنها كتيبة أصلاً عدلة انقلاب عسكري ووضعية وراء ذلك حمايته نحن ظهرنا عن يالله تصحح وضعيتها يثبت أن اليوم عنها مصحة وضعيتها عنها تابعة ومدموجة بنسيج القوات المسلحة أقول يوصل ممهدات أطلبنا هاي قضية أسعار المحروقات لهنا رجع لها شو بها اللي بعد قاع اليوم هي حديث الساعة اليوم واخذ تقرير وكالة الأخبار المستقلة عن السلطة عن مداخيل الميزانية عنها من أسعار المحروقات من الزيادة المعدلة للمواطن أكثر من 233 مليار ونحن ميزانيتنا إلى 2016 422 مليار هذا رفع الأسعار فارق اللي مات اليوم عنده مبرر فارق حنين هذا هو الفارق بين السعر الحقيقي السعر اليوم والسعر 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 اليوم هم عندهم هذا اللي خص المواطن من جيبه هم عندهم زايد عندهم راي اخر هذاك الراي تقولوا لي ونقدر نجاوبوا هم كل شيء عندهم فيه راي هذه الزياده 233 مليار هامش يدعموا الغاز هامش غاز ما انتقص يدعمه هذا شنو اللي دعمه خاطر قاعد روايه يقولوها للناس يلا تم بعد يوخوها الذين قالوا باب المنطق عن الدوله ما يالتها تعود كل شيء دعمته به اللي وظيفته دعم هاي الدولة عندها ميزانية 400 زايدة من المليارات كل سنة ويالتها لا تعود موجهة لخدمات المواطن والله جزء كبير منها ولا يقد كل شيء ما يقد يعود كل شيء وعدل لين يخلص منه إذا صنعناها عنا نحن ذا نقول ثابت عن النظام التجاري عن هذا النظام عن النظام التجاري اقتصاد الليبرالي ما الدولة قاعدة ما تدخل حتى حنيني معناها عندنا نظام تجاري الهدف الأساسي عنده هو تكديس الأموال هذا ما هو سليم قضية المحروقات كل اليوم مواطن يدفع من جيبه 190 قيجة مقابل لتر للدولة وهذا ما عنده مبرر به اللي هو السعر وقالوا عنه عاد كيف تسعر الماء لمستوى العالمي وهبط والدول المجاورة كاملها خفضوا السنغال خفضوا ومالي خفضوا والمغرب خفضوا والجزائر كان منخفض فيها اليوم دول المجاورة عندها برامج اجتماعية برحنيني حنيني نوفي لك لما نختار سكت لي على القضية به اللي مهمة عندي ولا بس في موضوع نحن ذا في نقاش حنيني نوفي لك دول مجاورة ما عندها برامج اجتماعية تدعم السنغال هذه اللي نقصد غزوات وكيف تمالي اللي نقصد قزوال ما عنده برامج اجتماعية هو قزوال هو قزوال اليوم حنيني قزوال اليوم في حالة استثنائية على المستوى العالمي به اللي سعره عاد الخصم السعر لنا اليوم ويالطوي وخفض هذا الارتفاع اليوم المعدل في سعر المحروقات ما عنده أي مبرر ما هو عن الدولة أنها وصلت المراحل الأخيرة وعاد مستنتج في جيوب المواطنين تنهبهم وراء عملية النهب المنظمة والمنهجة لكل لثروة المواطن هذا درك الأسعار يلا تتخفض وبالمناسبة راني محيي حركة ماني شاري قزوال على صمودها ودفاعها عن ذي القضية اللي هي بالرغم من ذاك من المحاولات كاملة وعدلها لجرها لساحة العنف حفاظها على سلميتها أنا زين عندي ومحيها من ذي المنبر عليه هذه هي الروايات اللي طلبنا عنها تعود ممهدات هذا جزء منها بسيط في الجانب الثاني طلبنا عن تعودها ماتيها التزامات طلبنا ممهدات ماني ناسيها عن يالتي والعبد العزيز يلتزم بعنه له يحترم الدستور هذا ما في شيء احنا طلبناها بعنه يقول عنه يعلم عنه ملتزم بالدستور خاصة اللي منه يتعلق بمأموريات
مأموريات الرئيس وحلف عليه. بالنسبة للالتزام أول واحد حد حلف عليه ما غالب يلتزم، أنت قاعد تحلفت ونحن اليوم صار بينا كل الالتزام تحصيل وحاصل ما هي مشكلة القسم. نحن شفنا بوادر، ما قالك شيخ نحن لو كنا شفنا بوادر الإخلال بالقسم ولاحظناها. من عضو طالبنا عليه خلق ذا الالتزام باحترام الدستور خاصة فيما يتعلق بالمأموريات بالمواد المتعلقة بالمأموريات. الجانب الثاني من هاي من الموهدات هو جانب الالتزامات ولا يقل أهمية. أطلبنا عن طول زمان مجموعة من الالتزامات موقعة ما بين رئيس الجمهورية والرئيس الدوري. أولا يلتزم رئيس الجمهورية بأن يقف على نفس المسافة من الأطراف اللي من الأطراف كاملها. وعما في أذنات حزب للدولة عن طول الأحزاب كاملها أحزاب متساوية في الحظوظ ومتساوية في الظروف. ثانيا طلبنا أن يخلق أذنات التزام بتعديل حكومة وفاق وطني هي اللي تعود الضامن الأساسي لتنفيذ مخرجات الحوار في حال تعدل مع السلطة. هذه المرحلة قلنا عنها ليه نقيموها منين يعود تقييمنا لها، وراني اختصرت قضية الالتزامات والموهدات ما نطول فيه. هذه المرحلة قلنا عنها منين يلتزم بها النظام عن طريق أولا يلتزم بها النظام ويعود تقييمنا احنا الإيجابي عنه ليه ننتقل شوار مرحلة الحوار. هذه المراحل السابقة كاملها كانت مراحل تمهيدية على منين يلتزم النظام بها مجموعة الالتزامات ويطبق ذيك الممهدات اللي نحن ظهرنا عنها نوع من توفير المناخ والجو اللازم على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لانطلاق عملية حوارية بين احنا ونظام مفقودة بين نصرنا اللي قال له الثقة مفقودة بين احنا نصرنا هو والثقة والطريق اللي بين لام المطبات اصلا وفي ياسر من المشاكل وتاريخنا العام في الحوارات معروف. وطلبنا عن تهيئ الاجواء يكان نقدر ندخله في عملية تفاوضية تقدر تعود عندها نتائج. وعلى مستوى مواضيع الحوار خليناها منين يخلق رد مكتوب لو الرد مكتوب بحث رد مكتوب الرد من صفاته عنه رد مكتوب وإيجابي ومطبق على أرض الواقع. نحن ننتقل للعملية الثانية اللي هي عملية تفاوضية من هو تجبر تقييم ذاك الرد المكتوب اللي خلق تقييم ذاك الرد المكتوب منين هو تخلق تقييم وتجمع التشكيلات السياسية عن رد إيجابي لا يتنتقل شور المرحلة الثانية واللي هي مرحلة الحوار. وخليني أسوي لكم سيدي اللي قلت واكت يا دموح شنو الفرق بينه اللي صرت شنو الفرق بين هي والشروط؟ شو هي كلمة شروط؟ هي ما قلنا كلمة شروط هي اللي هي ما هو التلاعب باللغة. احنا ما قايلين عنها شروط، اذا احنا ظهرنا عنها امور موضوعية ظهرنا عنها امور موضوعية لا بد منها لاي حوار جاد تخلق سابق من اجل تهيئة المناخ. ومنين ما تخلق لا يعود اي حوار بدون ممهدات وبدون مجموعة من الالتزامات هو إعادة إنتاج الأزمة من جديد وإضافة تعقيدات جديدة للمشهد. والحوار ما له تفاوض لذلك السبب والحوار تفاوض ولا ما تفاوض حوار تفاوض يغرق على الحوار ما قد شكرا نحن نتباركين اليوم ملس الطريق بيننا نحن والنظام اللي هو من خلال الحوار قد شكرا نحن نتكلم عنه رواية السابقة كي قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهوري تفاوض العالم يوم يجري فيه التفاوض ما تسبق ما تسبقوا شروط ولا ممهدة تسبقوا بعد شروط العالم على كل حال تفاوض وتفاوض لا واحد من الحالات الحالات اليوم الحالات اليوم عنوان الأبراج الحالات اليوم اللي هؤلاء الفرقاء وهؤلاء قاعدوا من دون حالات اليوم اللي في دي ما فيها شروط. المعارضة ما هي اللي تدخل في عملية حوارية في العالم وهذا من الأدبيات بينها هي ونظام بينها مع أزمة ثقة سواء كانت معارضة سياسية واتجاهها واضح في قضية معارضة النظام سواء كانت معارضة مسلحة. اليوم هاي المعارضات اللي في العالم منين تعود اللي قاعد مسلحة وتبارك مع تطيح الأنظمة عن طريق السلاح منين تسمتي في عملية تفاوضية لابد من تعود هناك إجراءات بناء ثقة فيها وقف إطلاق النار وفيها إطلاق سراح سوشناء وفيها 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 ياك تعود هم جدية وهم روح تقدر تدخل بها الناس العملية التفاوضية. هذا بالنسبة لنا هو الحوار الجاد اللي مراحل ثلاثة مرحلتين منه تمهيديات والمرحلة الأخرى هي مرحلة تفاوضية. ظهرنا عن الحوار اللي قد يفضي النتائج مهمة ويفضي للهدف اللي راسمين نحن من الحوار نحن هدفنا منه ويالتم المشاهدين توصل للسلطة. الهدف عندنا من الحوار هو التغيير النظام من طبيعته العسكرية شعور نظام ديمقراطي فيه دولة القانون والمؤسسات وفيه الكلمة الأولى للشعب. حكى الله فهم ما رح لو دوره العودة للمسار الديمقراطي اللي نسبه لانقلاب 2008 لو دوره العودة للمسار الديمقراطي اللي من خلاله
تقد تطبق القوانين واللي من خلاله يقد ينعم المواطن بحريته ويمارس جميع حرياته بكافل بالدستور وتحول شور دولة قانون حقيقية. هذا هو الهدف العام عندنا من الحوار. الهدف العام عندنا من الحوار والوسائل اتخذناها طريقة نحن الحوار وظهرنا عنه سبيل التغيير وظهرنا عنه من 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 أجل سبل التغيير ذنب ولذلك السبب رجحنا لا رجحنا اعتباطا. نحن قد عدلنا عملية توقف هيك عملية التوقف اللي عقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة عدلنا عملية توقف الناس كاملها فاطمت لها هيك عملية التوقف اللي شارك فيها الحزب مع المنتدى عدلنا فيها تقييم والأفاق السياسية للبلد وعدلنا عملية توقف الإنجاز الاستراتيجية اللي تطبع وتعطي محددات العمل النضالي المستقبلي ومن خلالها وصلنا لعن البلد عن يتجه الشورى ثلاث سيناريوهات. اولا يعني لا اللي تم مواصله في اللي مواصل فيه النظام من الاستهتار بموارد المواطن ومن نهبها ومن المواصله في الازمه الاجتماعيه مواصله ارتفاع الاسعار وهذه المشاكل الموجوده والبطاله والتعنت والتنابي عن الحوار عنه اللي هي قصه قالوا الانفجار وذا كاع ما يخدم حد. السيناريو الثاني يعني يخلق انقلاب عسكري ونحن بطبيعة الحال مجموعة من الأحزاب السياسية الديمقراطية اللي ما في صالحنا الأنظمة العسكرية الانقلابات العسكرية ولا ندعو لها ووقفنا ضدها ومازلنا واقفين ضدها إلى الآن. والسيناريو الثالث عن يرغب النظام يعني يخلق حوار. ذاك الحوار قلنا عنه هو السيناريو اللي يلطنا ندعمه يغير ما اللي ما كان فايتنا من خلال بعض هذه السيناريوهات عن النظام عنه يقد يعود الحوار لو ولا يطرح والله العملية عنه يقد يطرح حوار غير جاد فيه والله تضليل انتخابي عن طريق إعلان عن انتخابات تشريعية وبرلمانية مبكرة من خلالها يطبع على الوضع وكنا مستشرفين هذه السيناريوهات كاملة وذي هي اليوم اللي وصلنا الحقيقة واحد منها عن نظام المهراغ في الحوار. الحوار اليوم بابه مغلق وأنا ظهر لي في خلاصتي عن قضية الحوار عن ست حوارات مع النظام كتجربة يالت النخبة السياسية الوطنية تعرف عن الحوار عن النظام عنه مو مستعد للحوار وأربع خلقت ست حوارات والله حوارين وأربع محاولات. هذه المحاولات الحوار مع النظام ثبتت عنه وهو النظام أنه لا يسعى الحوار هو مربدي وعنه نظام في الشرم اللي في تنظيم أربع انتخابات توافقية لذلك السبب هذا النظام وهو نظام حيوان الله اللي يعني يالت البديل عن يعني يالت النخبة السياسية الوطنية تجلس وتتخمم وهذا رأيي الشخصي البدائل الموضوعية من خلالها تنهي المعاناة اللي 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 يعاني منها اليوم النخبة السياسية ما لها فيها الأغلبية. على كل حال النخبة السياسية أنا ظاهر لي عن البلاد اليوم ودعم هذا النظام الوضعية اللي فيها في الأغلبية ودعم النظام وظاهر لأن أول صالح تعني البديل صالح. البديل البديل عن الحوار إلا هو البديل. نحن من ما توفر عملية التغيير عن طريق عملية انتخابية شفافة ونزيهة وتوافقية الخيار بطبيعة الحال عند المعارضة وعنها ترجع الوسائل السلمية والضغط عن طريق الشارع وهذا هو المفهوم تنفيذه وهذا هذا هو المهرجان اللي عدل التكتل اللي ومهرجانات المنتدى. هذه مهرجانات اللي خلقت الأخير بعد رسائل مهمة مهرجان التكتل في نواكشوط. هذا المهرجان اللي بشهادة الناس كاملها كان من أضخم المهرجانات اللي خلقت في تاريخ البلاد وهذه الاستجابة غير المسبوقة اللي خلقت في ولاية الحوض الشرقي ولاية الحوضين وولاية الأعصاب اللي كان يعتبر عنهم الخزانات الأنظمة وعنهم ما هي متزعزعة. هذه رسالة واضحة عن المعارضة اليوم عنها أصبحت تمتلك ذا اللي قالوا ميزان القوة على الأرض وقادرة, وقادرة اليوم عنها تعود بديل عن هذا قادرة اليوم عنها تعود بديل عن هذا عن هذا, عن هذا النظام. النظام اليوم النظام اليوم النظام اليوم ما معاه ركاش به النظام ما راضي عنه شيء من هذا المجتمع اليوم. نظام فكع الطلاب ما هم راضين والأساتذة ما هم راضين والمعلمين عندهم المشاكل والممرضين عندهم المشاكل والموظفين عندهم المشاكل وهذا اسمهم حملت الشهادات عندهم المشاكل وكل كل اليوم طبقة ورجال الأعمال والتجار والمنمين والمزارعين هذه الناس كاملها اليوم عندهم مشاكل مع هذا النظام. مغالط من الشارع الشارع اليوم قال كلمة واضحة عنه معارض وإذا قاع عمر طبيعي يقدهم يوخذوا شارعهم صبح مولي ما يقد حد يقول ما يقد حد يقول اليوم عن مواطن خاليه العطش عنه يقد يعود مع نظام عطش لا يقد حد يقول عن الشعب ومعطشه معطشه بعد به اللي العطش موجود
في بعض من مناطق البلاد، وجميع الزيارات عدل بالعبد العزيز، ولا يقدر قاعد اليوم يعدل خرجه مع عرضه لجريكانات الصهر، وكراث اكثر اللي يعرض لهم جريكانات الصهر من اللي يعرض لهم الارواقيش، الناس اللي تدور المياه. معناها عن اليوم ما يقدر يعود مده عطشانه ناشر عن نظام عطش، ولا تقدر تعود مده معانيه من الفقر ناشر عن حد مفقرها. وبالمناسبه هذا النظام مشروع أظهر، هذا مشروع أفطوطس الشرقي ومشروع مياه الشمال اللي قال وزير المالية والنامس في البرلمان، هذه المشاريع، هذه المشاريع وأفطوطس الساحل، هذا النظام عنده مشكلة. هاي ما مشاريع عملاقة، هذا النظام عنده مشكلة كبيرة في الشعارات اللي يرفع وفي ذاك اللي عدل الأرض الواقع. هاي التعهدات خارجة، هنا نعطيك منها نموذج. هذا النظام استعالجه عدل قدر من التعهدات، هنا نعطيك منها أمثلة في الولايات. أهل الحوض الشرقي والحوض الغربي قال لهم عنه اللي يعدلهم مصنع الألباء في الانتخابات الرئاسية 2009، برنامج حمل وذا مصنع ما هاتوفه إلى اليوم، ومشروع الظهر ما هاتوفه إلى اليوم اللي هي يغذي ذوك المناطق بالمياه. تعهد برا ذاك له البراكنة يقال ماشي عمل فيه حنيني، تعهد له البراكنة ماشي فيه العمل، مشاريع مشاريع عملاقة، هذه المشاريع كانت محددة لها فترات زمنية محددة، مشروع يمشي عند باسكنو إلى العيون حنيني، مشروع يمشي حنيني، هذه المشاريع، هذه المشاريع حنيني، لا كيف المطار كان يرطب في 2012، هذه المشاريع مشاريع تعهد بها حنيني ذاك مازلنا جايين، هذه المشاريع تم التعهد بها في حملات انتخابية 2009، منها مصنع قرياج اللي له البراكنة انها تخلق إلى الليلة، ومنها إنشاء طريق روس ماكسوت اللي المأمورية الأولى وعدلت منه 40 كيلو، معناها لا بد من 20 سنة ياك يوفى ما في عمل دار، ومنها مصنع لشلود هي كامل فيه العمل يغليت فيه العمل اللي نينته هو محدد له فترة زمنية تتم فيها الإنجاز. وفهم من اللي قاعد واقف هذه عن هاي درك المشاريع اللي قيد الإنجاز عنك تجبر مستوى التقدم فيها مو لحق 40% وميزانياتها فتنصرفت منها 90%. هذا جانب من الفساد الخطير في هذه المشاريع اللي هو فيله نكفر له 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 البراكنة، المهم البراكنة اللي هي دماغه عنه له يعدل لهم مصنع الجلود واللحوم ولا فات خلق إلى 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 الليلة، وقال له سيدي بابي عنه له يعدل لهم جسر جوي يربط بينهم هم وباريزهم ما ترتبطوا بنواكشوط. ونحن هون في نواكشوط تعهد بناء مسجد، هو رئيس العمل الإسلامي تعهد مع أنه لي يبني مسجد يتسع إلى 15,000 مصلي. هذا المسجد اليوم المطار القديم، المطار ما قال إنه اللي عنه في المطار القديم، قال عنه هو اللقب اللي جبر على رئيس العمل الإسلامي، قال إنه يعد فارض المطار القديم حنيني. هذه تعهدات لا كيف الشعارات اللي يرفع. هذا النظام خاض ظهرت حروب وغلبوا انتصر في حرب منهم، الحرب على الفساد. اليوم الفساد ذي اللي خارج منه موريتان، الفساد اليوم يمتص أكثر من 40% من الميزانية العامة للدولة، والفساد خلينا عندكم عليها دلة، عندنا عليها دلة شنو هو هذا الفساد اللي موجود اليوم بينقولوا له خلينا نأخذ من النظاري بسير هذا الفساد اليوم، هذا الفساد اليوم، هذا الاتهام عندنا عليه دليل، هذا الفساد اللي موجود اليوم قول لي بالأرقام اللي قاع منه حنيني، اللي منه موجود، اللي منه موجود أركات فيها نقول نحن كمعارضة، اللي تقول أنتم كإعلاميين والله تقول المواقع الإلكترونية وتبث القنوات والإذاعات خلينا نتخطى هذا الإعلام الدولي انشر قدر من الفضائح والتجاوزات اللي عدل هذا 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 النظام. شوف الفساد خلق في الصفقات، كل المعلومات اللي تقبضها من الإعلام الدولي حنيني ما نقبضها من الإعلام الدولي، قايل لك كتوف يعني إذا عاد اللي مولي خالقين جريدة كيف تلمون مثلا جريدة عدلت القضية الأخيرة قضية تازياز، قضية تازياز والرشاوي اللي معدلة اللي معدلة بها، هذا ما هو كلامه المعارضة له كلامه، ايش في الفساد غير حنيني؟ هذه الرشاوي ما فيها فساد، خارقين الواقيج متهمين، خارقين الواقيج متهمين عطيتهم تازياز، خارقين الواقيج متهمين عطيتهم تازياز، توقيات مفتوح فيهم تحقيق حنيني، هذا مفتوح في تحقيق غير هذا جانب الفساد. الفساد نجي شوف عشرات شفت هذا النظام الساعة اللي جا هناتيا أول شيء سمت فيه هو قضية الفساد في الثروة في الجانب المالي في الموارد المالية. وتعرف نحن ظهلي عن بعد فيما فيها بيع للمناقصات وخلقت ياسر من الصفقات المشبوهة اللي نحن كمعارضة تكلمنا عنها، صفقات مجال الصحة بلغت عشرات المليارات في اقتناء الأجهزة اللي كانت موجودة، صفقة الطيران، صفقات شراء 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 الطائرات اللي اليوم نقدروا نتكلموا عنهم وراه دائما ذاك المبلغ نسولوا عنه 50 مليون دولار قطعتها السعوديه، ونحن لا الوسانه دائما نسولوا عنه دارت في الجيش؟ لا هي دارت فيه حنين نقول لك بصحيح دارت فيه، احنا الوسانه دائما نسولوا عليك 50 مليون ونسولوا ملي على السوق السنوسي باللي الفضل منين تدخل يا الفلو درها في التبريدات يا الفلو درها في البنك المركزي والله يلو درها في الخزينه العامه
والله يولد هذه الميزانية. فوالله ما دخلت هؤلاء البلدات الثلاثة معناها أنها قاست لبنى والله ما هي واضحة. نحن مطالبين بالتحقيق بها. هاي الطائرات اليوم اللي شرينا في الصفقة الظاهر اليوم من الصفقة اللي خلقت المؤسسة العسكرية هي صفقة الطائرات اللي فتنا فقدنا نصها بها اللي ما طارت منها واحد ورجعت له للتراب. تعرف تحطم الطائرات اللي خلق الفساد في صفقة مطار المكشوطة الدولي. هذه صفقة بالتراضي ما تم الإعلان عن مناقصتها. تم إسنادها المكتب ما عنده خبرة على المستوى الدولي. ثانيا وعدل المطار كانت يالله يتم إعلانها بعد راهي بعد ما هي داخلة بعض في خانة اللي قالوا الإسرة العسكرية. كان يالله يتم إعلانها المطار خلق غير الطريقه اللي اكتنفت الصفقه من الفساد. نحن ظاهرنا عنها ما تشير بالمؤسسات الوطنيه. ثانيا الفساد اليوم اسمعني نعطيك ادي اللي انا ما نختار نوخه والله ما بتعطيت الحالات اللي عندنا من الفساد في صفقه بطاقات الانتخابية اللي نحن اليوم طارحين حولها ياسر من إشارات الاستفهام اللي محبوس فيها الأمين العام لوزارة وراه بالمناسبة هذه محاربة الفساد اللي رافع شعارها النظام اللي عدل منها بحبيس المسؤولين إلا جانب استعراض. أنا قلت مسؤول محبوس بقى؟ محبوس غير جانب استعراض هو الفساد على كل إنقاع دائرة ضيقة الفساد اليوم في دائرة ضيقة منين يخرج عنها حد والله تعود فات عاتم طالبة به منظمات دولية أخرى والله ذات عاد شد أخباره على مستوى البرلمان المجلس العموم البريطاني وعلى مستوى الدولة البريطانية ما حد إنه ينكر. هذا هو ينقال في الجانب الاستعراضي عن محاربة الفساد. الفساد اليوم قاع مشرع. إحنا قاع اليوم مشينا محاربة الفساد شهر الدولة على تراعي رسمي للفساد به لأموال المندوبية البحرية ذاك القانون اللي عاطيك النسبة لذاك الشخص. هذا تجاوز وفساد قاع مشرع. احنا قاعد مشينا محاربة الفساد شهر تشريع معدل ذا النظام معدل هذا ذاك التشريع وذاك القانون قديم ذاك القانون مو قديم وذيك النسبة اللي فيه نسبة ما هي طبيعية. يلا تتعود الا 8 والله 6 ولا تم تغييره تعتقد ظاهره انا الصلاه اللي عنه ما تم تغييره. نحن في القضايا الحوار اللي طالبنا فيها التحقيق في اموال المندوبية البحرية. ثانيا هذا النهب المعدل للممتلكات العامة. هذا النهب اللي يعدل للاراضي الناس يا يعني تفطن. وهذا جانب فساد خطير. هذه مدرسة الشرطة اللي باع زرها وهذا الملعب اللي باع من زره راه الدولة قالت عنها في إطار مثلا عنها اللي هي الواجهة العمرانية المدعم ذا كان ينعطى الواجهة العمرانية المدعم ذا كان ينعطى حنين يقول لي الواجهة العمرانية اللي تسجل تطار تفرق زين هذه مطية كاملة حنين شوي موفي لك فكرة طبعا وزارة المالية هذه قضية لا تخطى لي تفرق زين هذه كم مقسمين وزارة المالية قال حنين واحد يعطي صديق والله قريب حنين موصل هذا بعد مناقصة وخرقة الأرض ومباعت وشريت الناس تنبيعها. هاي الممتلكات العامة اللي تنبيعها مدرسة الشرطة والملعب الأولمبي ما يحق بيعها وساحة يحق غير اللي نقول الظروف اللي تكتنف نوع من بيع الدولة إلى عادت اللي هي تبيع خاصين هالموارد اللي تبيع جانب من الأراضي حنين اللي تبيع جانب من الأراضي يلا تتعلن عن ذلك بطريقة احنا النظام يقول لنا عن الفضاء خالك ولا هون حد منهم اليوم اعترف بوجود أزمة ولا من يذكر الاقتحام يعد المؤتمر الرئيس ويقول عنهم هم عندهم الدولار ما هو كذا هي الفضة شنو فايدة تلعات اللي ما ينعكس على الحياة العامة للمواطن ما انعكست عليها بها اللي الأسعار اليوم معروف عنهم لاحقين درجة ما قط لحقوه من الارتفاع الصاروخي وأسعار المحروقات اللي قاع قبل عاد النظام هو اللي 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 اللي, اللي ما نهيش منها ميزانيته عندما زدت 3 دقائق والله 4 واسمح لي لنقول لك هون كلام قال وزير المالي في البرلمان قبل يومين في الجمعية الوطنية بالتحديد قبل يومين قال أعلن سنة 2009 اسمع سنة 2009 سنة 2008 أعلن إنتاج موريتانيا من الطاقة 70 ميجاوات إنتاج موريتانيا كاملة من الطاقة 70 ميجاوات وقال أعلن العاصمة في 2009 المياه مفقودة فيها قال أعلن مجموع اللي في موريتانيا من قدرات من الاستقلال إلى 2009 3000 كيلومتر صح؟ قال أنها سنة 2009 موريتانيا عندها شبه مطار وشبه ميناء الطاقة ضاعفت قالها 10 مرات قدرات ضاعفوا
اللي هي البنى التحتية. المياه خلق أفطوط الشرقي ظهر، مياه الشمال وأفطوط الساحل. يا أخي ما إجازة، ما أنا كي توفي قاعك، ما إجازة، ما أنا كي توفي كلام وزير المالية بيدي لأبدال مقدر الحلقات. وزير الاقتصاد والمالية، وزير الاقتصاد والمالية ما أنا كي توفي كلام بيدي تبارك الله يا سري غالي عالية اللي مسؤول عنها. قال قاع مولي البرلمان عن 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 ذي النظام عنه يافت تنعطى الوزير مأموريات. كان عنه ظاهر عن ذي النظام اللي هو عنه يافت عن تمشي من الأنظمة يستحق ثلاث مأموريات. حس قاع ظاهر إنه عن تمشي من الأنظمة ما يستحق البقاء. قال يوم واحد. قال البرامج البرامج. هذه القضايا اللي تحدث عنها الوزير أنا. يكود كلامه متناقض. هذه قضايا فتنجيناها وأنا فتعطيت فيها شرح. أنا عندي سابق نختم نقطتين. إحنا اليوم ظهرنا عندهم خطر يواجه موريتانيا. الخطر الأول هو خطر الإرهاب، هذا الانفلات الأمني الداخلي اللي غير مسبوق اللي شهد تطور نوعي في داخلي هذا الرئيس داخلي بعد إرهاب مهدد من نحن ديما هو إرهاب الانفلات الأمني الداخلي والإرهاب الخارجي. هذا الإرهاب الخارجي هذا الانفلات الأمني الداخلي شهد تطور نوعي منين يعود حد متحدث عن انفلات الأمني في ناقشوط والأدلة اللي بعد لا تطلبها لي تعرف ان 2015 ما سجلت ناقشوط 10 جرائم قتل ثانيا حنيني شيء ناقشوط مدينة خليني مازال عندك شوي من الوقت لهنا اختم بذل اللي نقول ظاهر لي عن ظاهر لي عن الجانب اللي يتبجح به النظام في جانب الحرب على الإرهاب عنها عقبة عاد مسألة يلا توضح للناس طريقة. نحن كنا شاكين قاع عن الاستتباب ونحن كمعارضة مرد باستتباب الأمني على الحدود الموريتانية هو وجود لوجود وجود القوة الفرنسية اللي موجودة في الشمال المغربي اللي حاميتنا نحن هي غير ملي مجلة البريد الدولي فرنسا ما قد تحمي غير حنيني مجلة البريد الدولي واخذت وثيقة غاية في الخطورة قالت عن ثم اتفاق وعدل 2010 بين النظام الموريتاني وتنظيم القاعدة وموجبه يدفع النظام 10 إلى 20 مليون أورو مقابل عن القاعدة ما تعدل عمليات خطف الإجانب مقترح عند القاعدة هذا يالت النظام يالت النظام بهذه الطريقة اللي هي رد على هاي الاتهامات الخطيرة خارج ملف هون عاد غاية في الخطورة ولا هو كيف هاي الملفات الأخرى هذا ملف المخدرات يلا تنفتح فيه تحقيق شامل بيدي المخدرات كان تصل نجي هون في حقائب يدوية وشهدت تطور خطير ولافت في الوسائل وفي الكميات اللي تجي جات في الوتات عقب ذاك وعقب ترى ذاك عاد تجي في البيسات كمية 622 كيلوغرام الكوكايين دخلت في بيس الناقشوط وعمليته الشهيرة هذه ملي وراها جات عملية الطائرة الطائرة اللي جايبة زادية حمولة كبيرة واللي أشارت فيها أصابع الاتهام لياسر من الناس هذا ما يعطي الملفات وراء ذاك جاتنا العملية الأخيرة اللي هي قضية الباخرة اليوم ملف 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 المخدرات يلا تكشحن المقطع ويعدل فيه تحقيق شامل به للدول منين تتحول شور دول مخدرات اللي تعود ناتا تقدر قاعد يخلق فيها شيء ها ولا تات عندها أمن ولا أقوى جيوش العالم اليوم واقف حاير ما هو قاعد يتدخل بالعصابات الإجرام في أمريكا الجنوبية اليوم يلا تخلق تحقيق شامل لهذه قضايا المخدرات تعدل فيها الدولة تحقيق شامل تعطي فيها أخبارها على صحتها للمواطنة الموريتاني به اللي أمنوا سابق 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 كل شيء جميل عمتم تعرفون من 2011 إلى اليوم ما هو سجلت عملية إرهابية ضد موريتانيا النتيجة شنو هي؟ اللي عاد اللي قال اللي ما نعرف ما رجع المقاربة الأمنية نحن كنا شاكين عنه نحن كنا شاكين عنه نتيجة الوجود نحن كمعارضة ظهرنا عنه نتيجة الوجود العسكر الفرنسي في الشمال المالي يا غير مجلة البريد الدولي العسكر الفرنسي ماذا يحمي فرنسا ويحمي بروكسل اللي تحكمه الوثائق الأخيرة اللي الوثائق الأخيرة اللي صدرت صدرت هذا يعني تستدعي أخبار اتفاق الاتفاق بين النظام والقاعدة. النظام يالت النظام يبره هو كل شيء بره. يالت عمل القاعدة داعش. يالت داعش. هم تهديدات أمنية أخرى. أنا ظاهر يعني يالت النظام يعطي توضيحات في قضية هذه النقطة. قضية. في قضية. قضية الاتفاق بين النظام والقاعدة. هو تنظيم القاعدة. وقضية المخدرات. المخدرات هذه الملفات. المخدرات عاد فيها مؤتمر صحفي ذريت وزارة. ذاك اللي قالوا فيه ما هو مقنع ونحن طرحنا وشرنا على ذيك الأمور كاملة. أنا ظاهر لي عن هذه الأمور. مفصول فيه يفتح تحقيق فيها حقيقي واليوم اللي عن هي الملحة وشد أخبار قاعد الحوار وشد أخبار هذه الأمور الأخرى يلا تمدد قاعد السؤالين تعرف بعد قاعد الروايات شنو هي اللي تعرف هي منين صار نقول لكم شو ما كنت تقتنع اللي تقول يقول لنا شيء مقتنع اللي يقول لنا شيء مقنع منين يقول لنا شيء تحدوه انتم اللي تقولوا ما قنعك لا منين يقول لنا شيء مقنع ندور نقتنع يا غير المشكله كان ما نقرنا نانقرنا نانقرنا شو مقنع أيضا شكرا مقنع. سابق نختم وقت وافي عايد عندنا النشرة قريب مزاد دون دقيقة لنعطيك 30 ثانية تفضل على كل حال 30 ثانية قد حد اللي أشكركم فيها على كل حال شكرا. وزير المالية تختار في الصحة من الوقت تحدث عن سيف الضرائب اللي مسلط عليه
كانوا سيستمر لأنه هو جهة لغنية. المؤسسات والاستثمار عمريتان عنها شهادة هجرة جميع المؤسسات اللي كانت عاملة مجال التنقيب عن الحديد والبترول وتوتال وبيتروناس نزال قريب النزال وياسر من الشركات المستثمرة هون ما تجدد العقود بها مضايقات وقلت عن هون قانون يحمي المستثمر حقيقة معناها عن ذلك تكلم عنه عن مضار من الخيال والله تكلم عن دولة أخرى ما هي نحن وأنا بعد كنت أختار يتكلم لي عن تصدير الحمير اللي لاحق الله قبل الحكومة. شكرا جزيلا لكم الأمين العام لحزب التناوب الديمقراطي إناد السيد سيدي وللكوري كنت ضيفي في هذه النشرة في هذه الحلقة عفوا بي للنشرة قريب أغلط فيها في هذه الحلقة من برنامج لقاء الساحل كما أشكر الزملاء مالك سي أبو بكر الصديق محمد المختار تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.